ادعو راهو بيتواته حفصي نانا عاصي جيلي جاي مي ل 14 فيفري 2013 جيغي توبا كي دار الحاج الشيخ جا سرين دارت تودو سرين ابراهيم جا جيلي جاي جيرن دوزم بلاص اكسيكو سي غراند بري الشيخ احمد بامبا pour le reste du lycée Coran euh, en 2023. اقرأ قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ ۖ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا من نوم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب مثل الذين أموالهم في الله كمثل حبة أنبتت كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا ما أنفقوا من ولا أذل لهم أجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين حسبك قرا قول الله تعالى ويكون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض من السماوات والارض اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء وَالارْضِ شَيْئًا وَلا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَن ومن رزقناه ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا ودهرا هل يستوون الحمد لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَالٌّ لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب إن الله على كل شيء قدير. وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا، لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۗ لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك اقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم آه ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا من غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا وعن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. اولئك اصحاب النار. هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون ان أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحا في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز